السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم على قناة كارديو ماينز. والنهاردة موعدنا مع اول فيديو من السبان اوف فيديوز اللي وعدتكم بيها اللي هنشرح فيها التفاصيل الخاصة بالبريسكريبشن للاسنشال هارت فيلير ميديكيشنز. واول فيديو هنبتدي بيه النهاردة هو Prescribing ACE Inhibitor and Angiotensin Receptor Blocker. زي ما قلنا قبل كده ان في ريفرنس مختلف اسمه السبلمنتري ده موجود في 2021 Guidelines بيشرح تفاصيل المتعلقه بالكلينيكال ترايلز وبيشرح كمان تفاصيل متعلقه بالبريكوشنز لان انا اكتب الادويه المهمه في حالات الهارت فيلير فيما يتعلق بالانديكيشنز والكونترا انديكيشنز والبريكوشنز. ولازم نأكد على ان recommendations اللي في supplementary data بتمثل expert opinion based على relevant clinical trials اللي خرجت بالمعلومات دي والclinical experience اللي بتrecommend practice ده. الأسئلة اللي هنسألها في كل فيديو هي ليه بنكتب الدواء ده؟ في مين بنكتبه؟ وإمتى بنكتبه؟ إيه الدواء بالظبط اللي هختاره من العيلة دي؟ وإيه الجرعة بتاعته؟ إيه السيتنج اللي بكتب فيها الدواء ده؟ ازاي استخدمه وايه البريكوشنز الخاصه بيه؟ المشاكل الكومن انها تواجهني اثناء وصف الدواء ده للمريض وازاي احلها؟ وايه النصيحه اللي هقدمها للمريض مني انا لي شخصيا عشان المريض يبقى فاهم ازاي يستخدم الدواء ده؟ زي ما عارفين من الفيديو اللي فات ان الايس انهبيتور ليها كلاس 1 ريكومنديشن في عيانين الهارت فيلير ويز ريديوس اجكشن فراكشن لانها هتقلل من نسبه حدوث الهوسبيتاليزيشن وكمان من المورتاليتي. بينما الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر هي ليها كلاس 1 اي نعم، ولكن فين؟ في المرضى اللي ما يقدروش تولوريت الايس انهبيتور او الانجيوتنسين ريسبتور نيبريلايسين انهبيتور، يعني حتى الان الارب هو بديل للايس او للارمي. بالتالي لو هجاوب على سؤال انا ليه بستخدم الدواء ده، بستخدمه عشان يحسن من الاعراض وكمان يحسن من الكفاءه البدنيه للمريض وكمان هيقلل من نسبه حدوث هوسبيتاليزيشن وهيحسن من السرفايفل ان ليه مورتاليتي بنفيتس. طب مين المرضى اللي بكتبه فيهم؟ احنا هنا بنتكلم في مرضى الهارت فيلير ويز ريديوس اجكشن فراكشن. طب ايه بقى العكس الكونترا انديكيشنز ان انا اكتب دواء من دول؟ طبعا الهيستوري في انجيو ايديما دي حاجه بتخليني امتنع تماما على اني اكتب ايس انهبيتور عشان زياده البريديكاينين. ولازم ناكد برضو على معلومه ان السيفتي ان انا ابدل الايس بانجيوتنسين ريسبتور بلوكر في عيان جاله انجيو ايديما حتى الان مفيش بروفد ان ده يكون سيف براكتس، ففي الاغلب بنتجنب الاثنين. كمان في حالات البايلاترال رينال ارتري ستينوزس ممنوع استخدم ايس او ارب. حالات البريجننسي او البوسيبيليتي اوف بريجننسي لان طبعا هو ليه تراتوجينيك افكت، وعشان كده اي فيميل في تشايلد بيرينج بيريود بنتجنب الايس او الارب. وكمان في حاله وجود الرجيك رياكشن او اي ادفيرس رياكشن. في حالات معينه لازم ابقى واخد بالي وابقى كوشس جدا في ان انا اكتب ايس او ارب، زي في حالات السيجنيفيكانت هايبر كاليميا يكون اكتر من 5، حاله ان الكرياتين يكون اكتر من 2.5 ملي جرام بير ديسيليتر او الاستيميتد جي اف ار اقل من 30، وفي حالات السيمتوماتيك او حالات السيفير اسيمتوماتيك هايبوتنشن سيستوليك اقل من 90. المواقف دي لازم ابقى كوشس واعمل مور فريكوينت مونيتورنج للكيدني فانكشن. وفي بعض الدراج انتر اكشنز اللي لازم اخد بالي منها زي استخدام البوتاسيوم سبلمنتس او البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس زي الاميلورايد او ترايمترين ان ده بيزود الريسك اوف هايبركاليميا. حالات استخدام الام ار اي اللي هو طبعا اسينشال ميديكيشن في اي عيان هارت فيلير، هياخد ايس انهبيتور وهياخد معاه مينرالوكورتيكويد ريسبتور انتاجون زي السبيرونولاكتون، ولكن لازم اخد بالي ان الريسك اوف هايبركاليميا هنا بيكون عالي فلازم اعمل مونيتورنج للكيدني فانكشن وللبوتاسيوم. الرينال انهبيتورز اللي هي طبعا ممنوعه في حالات الهارت فيلير، ولكن لو بالخطا المريض استخدمها بيكون الريسك اوف رينال ديسفانكشن وهايبركاليميا عالي جدا. النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز لانها طبعا ليها نيفروتوكسيك افكت. الانتي بايوتيك اللي هو ترايمسوبريم والسلفاميسوكسازول اللي هو الافضل نبتعد عن استخدامه مع الايس او الارب. واللو سولت سبستيتيوتس اللي بعض مرضى الهارت فيلير بينصحوا بيها على انها اقل في الصوديوم، ولكن للاسف بتكون فيها هاي بوتاسيوم كونتنت ممكن تزود من الريسك اوف هايبركاليميا. طب ايه الدواء اللي هختاره من الفاميلي دي وايه الجرعه؟ قلنا الجدول ده في الفيديو اللي فات ان احنا عندنا بعض الايس انهبيتورز اللي كانت تيستد في كلينيكال ترايلز وبينت البينفيت ليها زي الكابتوبريل والانالابريل والليسينوبريل والراميبريل، وعندنا هنا في الجدول الستارتنج والتارجت دوز لكل واحد فيهم. وبالنسبه للانجيوتنسين ريسبتور بلوكر عندنا الكاندي سارتان فالسارتان ولوسارتان، وبرضه بالستارتنج والتارجت دوز اللي بنحاول نتبعها قدر الامكان. طب ايه السيتنج اللي بكتب فيها الايس او الارب؟
في الـ outpatient setting لو عيان stable heart failure patients، وفي حالات الـ patients اللي محجوزين في المستشفى بـ decompensated heart failure بعد الـ stabilization وبعد ما أكون عملت relief للـ congestion، أنا ممكن أبتدي ACE أو ARB before discharge، ويفضل أكون وصلت للـ aovolemic states. ولازم ناخد بالنا إن في حالات إنها class 4 أو العينين عندهم severe heart failure اللي عندهم recent exacerbation، الأفضل إن أنا أخد رأي specialist قبل ما أقول أبتدي ولا أنتظر على الـ ACE inhibitors. طيب إيه الـ precautions اللي أخد بالي منها وأنا بكتب ACE inhibitors؟ اولا لازم اتشيك البيزلاين كيدني فانكشن والالكترولايتس. دايما لما نتكلم على البلاد كيمستري اللي هنعملها في الحاله دي بنتكلم في بانكرياتينين صوديوم بوتاسيوم عشان ابقى عارف البيزلاين اللي هقارن بيه لو كان حصل رايز ولا لا. ابتدي قدر الامكان بلو دوز، ولما بعمل دابلنج للدوز بستنى على الاقل اسبوعين، يفضل ان انا ما اقصرش لمده عن اسبوعين في ان انا ازود الجرعه لو في اوت بيشنت سيتنج. لو انا بتكلم في ان بيشنت سيتنج وعندي كلوز مونيتورنج، يعني اقدر مثلا اعمل فولو اب للكيدني فانكشن كل يوم او كل 48 ساعه، في الحاله دي انا ممكن اعمل رابيد اب تايتريشن للدوز. لازم اوصل قدر الامكان للتارجت دوز او للهايست توليريتد دوز للمريض، لان ساعات ضغط المريض ما بيقدرنيش ان انا اوصل للتارجت دوز. وما ننساش ان سم ايس انهبيتور او ارب احسن بكتير من نو ايس، يعني حتى لو استخدمت جرعة صغيرة وما وصلتش للتارجت دوز اكيد ده ليه سيرفايفل بنفيت على المريض افضل منه ما يستخدمش خالص اي ريس بلوكرز. بري تشيك الكيدني فانكشن بعد اسبوع او اسبوعين من بداية الدواء، وكل ما بزود الجرعة بستنى اسبوع برضو او اسبوعين عشان اعمل تشيك الكيدني فانكشن، وبعد كده بعمل مونيتورينج كل 4 شهور وانس انها ستابيلايزد. لازم بيبقى في سبيشاليست ادفايس باخدها لو انا العيان قررت ان انا عايز اوقف الايس او الارب اللي هو نادرا ما نلجا ليها، ساعتها بكونسلت كارديولوجيست مع نيفرولوجيست عشان خاطر اقدر اقول البينيفيت فيرسس ريسك، اقرر على اساسه اكمل ولا اوقف. وما ننساش ان في بعض الدول بيبقى في حاجه اسمها السبيشاليست هارت فيلير نيرس اللي ممكن تساعد في انها تعلم المريض ازاي يستخدم الدواء، ازاي يتابع نفسه، الادفيرس افكت اللي لما ياخد باله منها تحصل يبلغ بيها المستشفى. نيجي بقى دلوقتي لبعض المشاكل اللي بتواجهنا في البريسكريبشن للايس او للارب وازاي نواجهها. مثلا الاسيمتوماتيك لو بلاد بريشر كومن جدا ان احنا نشوفه. في الحالات اللي زي دي نادرا محتاج ان انا اوقف الدواء، يعني الافضل ان انا اطمن المريض واعرفه ان ده طبيعي، وطالما هو اسيمتوماتيك وكلينيكلي هو بيرفيوزد بكمل الدواء عشان استفيد بالسرفايفل ومورتاليتي بنفيت ليه. لكن لو هفترض ان العين عنده سيمتوماتيك هايبوتنشن، يعني بدا يشتكي من دوخه وهبوط، اولا لازم اوضح للمريض ان ده طبيعي في بدايه اخدانه للدواء وهيتحسن بالتدريج بمرور الوقت، فبرضو اطمن المريض. لكن لو المريض مازال بيشتكي في الحالة دي ابدأ ادور على الادوية التانية اللي ممكن تكون بتأثر على الضغط زي النايتريتس، ممكن اقلل الجرعة او اوقفها. الكالسيوم شانل بلوكرز لو مثلا عم بياخد امبلوديبين ممكن برضو اوقفه، لان طبعا اكيد ما بتكلمش عن نون دي اتش بي لان هم ممنوعين في حالات الريديوز اجكشن فراكشن، او اي فازو دايليتور اللي عم بياخده زي الهايدرالازين او الحاجات دي كلها، ممكن ساعتها ان انا اقلل الجرعة او اوقفها عشان الضغط يتحسن. لو العيان مش كونجستد انا ممكن اقلل من جرعة الدايوريتكس، ده هيساعد ان الضغط يزيد. يبقى انا بحاول ابذل قصارى جهدي في ان انا اشوف ايه الادوية التانية اللي بتأثر على الضغط اقلل جرعتها او اوقفها، مش ان انا استسهل واقول له وقف الايس انهبيتور. الايس انهبيتور انديوس كوف اللي هي من اشهر السايد افكتس اللي بتحصل مع الايس انهبيتورز، اللي بعض المرضى بيوصفوها على انها كحة ناشفة او شرقه نتيجه زياده الليفل اوف بريديكاينين. اولا ما ننساش ان مش شرط تكون من الايس، ممكن يكون نتيجه بارمري كونجشن، ممكن تكون نتيجه سي او بي دي. معظم عينين الهارت فيلير بيكونوا سموكرز، ممكن يكون عنده سي او بي دي هو اللي مسبب الكوف، فلازم استثني الاسباب دي قبل ما افترض انها ايس انهبيتور انديوس كوف. في معظم الحالات ما بحتاجش ان انا اوقف الدواء، لو هي كانت مايل كوف بطمن المريض واقول انها ممكن تتحسن بعد كده او نحتاج ندي سيمتوماتيك تريتمنت ليها عشان استفيد بالبنفيتس اوف ايس. ولكن لو كانت الكوف اريتيتنج للمريض زي انها مثلا بتصحيه من النوم وفعلا اثبتت انها نتيجه الايس، زي مثلا انها بتتوقف الكوف لما العين بيوقف الايس وبترجع تاني لو رجعت للعين ايس، يبقى ساعتها طبعا هبدله بانجيوتنسين ريسبتور بلوكر عشان يقلل من السايد افكت ده. من اكتر الحاجات اللي بنخاف منها في الايس انهبيتور هي ان الكرياتين يزيد او يحصل هايبر كاليميا. كتير مننا بيخاف قوي لما بيلاقي ده بيحصل في اللابس بتاعت العيان، لدرجه ان في كتير مننا بيستسهل ويوقف الايس انهبيتور، وده طبعا خطا.
اولا لازم ناكد ان ممكن يحصل زياده في الكرياتين لغايه 50% ابف البيز لاين او يزيد لغايه 3 ملي جرام بير ديسيليتر او ان البوتاسيوم يزيد بس ما زال اقل من 5.5. في الحاله دي انا بكمل الايس او الارب عادي، ده متوقع يحصل نتيجه البلوك للرينال انجيوتنسين سيستم، مش المفروض ان انا اقلل الجرعه او اوقف. ولكن لو حصل زياده في الكرياتين اكتر من 100% above البيزلاين، يعني هنا بتكلم ان حصل دابلنج للكرياتينين او زاد لغايه اكتر من 3.5 او ان البوتاسيوم زاد لاكتر من 5.5، في الحاله دي انا بوقف الايس والارب، وطبعا ممكن اسيك نيفرولوجيكال ادفايس عشان اشوف ايه اللي نعمله بعد كده وهل في سبب واضح مع الايس يفسر الورسنج للكيدني فانكشن والهايبركاليميا ولا لا. في بقى جري زون زي ان الكرياتينين زاد اكتر من 50% بس ما زال اقل من 100% ابوف البيزلاين، او انه في ليفل ما بين 3 لاقل من 3.5. في الحالات اللي زي دي بحاول ادور على اسباب تانية تكون هي اللي عملت ورسنج للكيدني فانكشن، زي ان انا اوقف مثلا لو العيان بياخد نون سترويد لان ليها نيفروتوكسيك افكت، ان انا اوقف البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس لو كانت بتستخدم، ممكن ان انا لو العيان ما عندوش كونجيشن اقلل جرعه الدايوريتكس، لان ساعات بيبقى الموضوع بري رينال فيلير مش مجرد انها ورسنج للكيدني فانكشن بسبب الايس او الارب. ولكن لو ما زالت الكيدني فانكشن عاليه ساعتها بضطر ان انا انزل الجرعه للنص واعمل ري تشيك للكيدني فانكشن بعد اسبوع او اسبوعين بالكتير عشان اشوف حصل تحسن ولا لا. بالتالي نقدر نقول ان الاستنتاج لحالات الورسن الكيدني فانكشن اللي بتحصل مع الايس او الارب ان انا لازم اتشيك البان والكرياتين والصوديوم والبوتاسيوم فريكوينتلي وسيريري لغايه ما اطمن ان البوتاسيوم والكرياتين اللي وصلوا لليفل مستقر ولا بيزيد ولا بينقصوا. في الحاله دي اقول ان انا هتابع كل 4 شهور، ولكن في بدايه البريسكريبشن للدواء انا بحتاج اعمل فولو اب فريكوينتلي اب تو ان انا ممكن كل اسبوع او اسبوعين اقول له تشيك الكيدني فانكشن والالكترولايتس. وفي نهاية الفيديو بقى النصيحة اللي أنا هقدمها بشكل شخصي للمريض لازم أنا اللي أنصحه بيها فيما يتعلق بالإيس. لازم أوضح للمريض إيه البنفيتس بتاعت الإيس والأرب عشان يبقى مقتنع إن الدواء ده مهم ليه. لازم أعرفه إن الأعراض ممكن تاخد وقت من أسابيع لغاية شهور. لازم أوضح للمريض إن لو حصل أي adverse effect وأدي له أمثلة زي إن يحس بدوخة، هبوط أو الكحة أو الشرقة، يعرف الطبيب او يعرف الهارت فيلير سبيشالست نيرس عشان نشوف ايه الاكشن اللي هناخده. ولازم انصح المريض انه قد ما يقدر يتجنب المسكنات النون سترويد الانتي انفلاماتوري بانواعها لو مش بريسكرايب بالفيزيشن، ويتجنب قدر الامكان بدائل الملح اللي هي بتكون عاليه في نسبه البوتاسيوم لان الحاجات دي بتزود الريسك للورسن كيدني فانكشن وللهايبركاليميا. يبقى ايه تيك هوم مسج النهارده من الفيديو اللي اتكلمنا فيه على الايس والاربس؟ ان المونيتورنج للكيدني فانكشن هي عمليه مستمره طوال فتره انك بتكتب للمريض ايس وارب، مش مجرد انك بتتشيك البيز لاين وخلاص على كده، لا انا محتاج اتابع فريكوينتلي في البدايه. وكمان ما ننساش ان قبل ما تقرر انك توقف الايس او الارب لمجرد ان حصل اي مشكله سواء ليها علاقه بالضغط او الكيدني فانكشن او الكف، اسس الاول البنفيت بتاعت الايس فيرسس الريسك عشان تقرر ان كنت هتكمل الايس انهبيتور او هتضطر توقفها برضه فور ذا سيك اوف ذا بيشنت. شكرا جزيلا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو، وهنلتقي في الفيديو القادم مع Prescribing or Knee.